هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو جديد من فيديوهات الروتين. وانا لسه في المصيف في شقه اسكندريه. ده كده بدايه الصبح كده بعد الفطار على طول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر كل المتابعين واللي بيشوفوا الروتينات دي، واللي هي بتديهم طاقه ايجابيه للستات اللي هي اول ما بتشوف الكركبه في المطبخ وفي الشقه كلها بتبقى مش عارفه تبتدي بايه، وتلاقي دماغها كلها كراكيب ان هي تبتدي من ايه ومن ايه. فالروتينات دي بتخليها تبتدي بايه بالظبط، ومن اول يومها كده عشان بقيه اليوم يبقى تقدر تعمل فيه حاجات كتير. زي ما احنا كده، انا بفطر الاول، لو بنفطر انا والاولاد وكده، وابتدي الم المعون كلها في الحوض، وابتدي قبل ما اعمل اي غدا ولا نفكر في اي غدا. بس هو اليوم ده انا كنت عارفه ان انا هعمل ايه غدا، فعشان كده محضره، مش محضره عارفه، فعشان كده بغسل بقلب جامد المواعين وانا براحتي خالص. وكمان بالذات انا بالنسبه لي انا الطاقه الايجابيه بتبقى عندي طول ما انا عندي الميه موجوده في البيت. يعني شويه اسكندريه كميه الميه ما بتتقطعش فيها، فتلاقي الطاقة الإيجابية الحمد لله. مع إني يعني ببقى ممكن مش أكسل إن أنا مثلا عشان ما أعملش ضغط على إيديا أو حاجة زي كده، بس بتشجعني بصراحة ما بحسش بتعب طول ما أنا شغالة بإيديا. واللي بتشجع زي ما قلت كل المية الموجودة على طول في الشقة. وكمان عايزة أنجز الوقت قبل ما أقول لبنتي إعملي أو حاجة زي كده، أو أكسل أو أمسك التليفون، لأ أول بأول كده بغسله. تمام كده. يا ريت الناس اللي بتتفرجوا علينا لاول مره ما ينسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد باذن الله. والناس الموجوده عندي مشكوره وفوق راسي من فوق على مشاهدتهم للفيديوهات بتاعتي وعلى القناه عندي. احبكم في الله، وربنا يعزكم ويفرحكم زي ما بتفرحوني كده بالمشاهده وباللايك والاشتراك عشان تعلوا من القناة بتاعتي وبتاعتنا كلنا بإذن الله. استنوني لآخر الفيديو، في حاجة كده عايزة أقولها لكم وضايقتني في آخر رحلة المصيف. يدوبك وأنا راجعة في السكة، يعني مش وأنا هناك حصلت، لأ وأنا راجعة اكتشفتها وزعلت عليها. بس سبحان الله ربنا بيلهمنا الصبر على فقدانها أو فقدانه. والموضوع يعني بالنسبه لي انا ربنا جعله بسيط، مع ان هو اي واحده ثانيه هتزعل، وعلى العموم يعني ربنا يعوض ايه عليا خير باذن الله. وعايزه بعد اذنكم لكل المتابعين والمشتركين عندي واللي بيشاهدوني ان هم يدعوا لي بالتوفيق ان انا الاقي محل كويس، وان انا ارجع تاني للفيديوهات بتاعت التفصيل بكل تفاصيلها بقى، يعني سواء تصليح او خياطه، حاجات حريمي، اطفالي، حاجات كتير هوريها لكم، والافتكاسات بتاعه الخياطه والحاجات الفنيه والتشطيبات دي كلها ان شاء الله هعملها لكم فيديو. بس ان شاء الله، بس ايه، ادعوا لنا ربنا يوفقني في محل حتى لو كان صغير. وبرضك هبقى قدامكم اول باول، اول ما اشوف محل هوريه لكم والمكان، وهو قبل ما يتشطب وبعد ما يتشطب، وانا بنقل كل ده ايه هشرككم معايا عشان ايه لعل وعسى ان دعوه منكم ليا تسيبني ان شاء الله بالتوفيق ليا ولكم ولكل الجميع. يا رب ربنا يرزق كل بني ادم وكل انسان على وجه الارض، عشان بصراحه انا بلقى نفسي في موضوع التفصيل، لان زي ما انتم عارفين دي هوايه عندي وبحبها، وبحس ان هي بحرها جامد وبحرها كبير الخياطه دي. فانا زي ما اكون ايه بحاول اشجع اللي حواليا، بحاول اشجع نفسي بالروتينات والطبخ والكلام ده، بس انا اساسا محتواي الاساسي الخياطه زي ما قلت لكم. في الفيديو ده برضك هتلاقوا ان انا في الفيديو اللي قبل ده او اللي قبليه تقريبا كنت انا عملت وانا بعمل روتين التمر هندي، بس برضك ما قدرتش ان انا اصوره لكم وهو بحضره، بس انا عامله فيديو بيه في القناه، وان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الا بقى الطعم بقى ده ان شاء الله تعملوه
وهتلاقي الطعم الميزز، ويكفي النظافة والحاجة المضمونة اللي ما تتعبش عيالنا أولادنا يعني، وتتعبنا إحنا كمان. دلوقتي أنا يعتبر خلصت أهو، برضو حطيت المواعين على الفوطة وعشان تنشف، عشان لما أعلقها في أحطها في المطبية برضو ما تنقطش أو حاجة زي كده. بصراحة المية نعمة نعمة في البيت. طبعا على قد ما اقدر بقى المواعين دي، طبعا اللي كانت زياده عندي ففيها حتت يعني سوده ما بتطلعش من تراكمات من قبل كده، فانا بعمل على قد بصراحه وعلى قد جهدي. اقول لكم بقى الحاجه اللي هي مزعلاني وزعلت عليها جدا وانا جايه من السفر. طبعا انا حتى الخواتم بتاعتي حطها في الشنطه، والشنطه دي بسوسته، فطبعا عشان نركب العربيه التمنيه صغيره عشان تودينا لمحطه مصر، فانا حتى خدوا الشنطه مني عشان انا بقعد جنب السواق عشان رجليا، فطبعا الظهر بيحطوها في العربيه، اتقلبت ما اتقلبتش الله اعلم. وفجأة في البيت لما روح ان الخواتم بدا يعني انا لابسه اتنين والاتنين التانيين واحد منهم ضاع للاسف، احلى واحد فيهم ان انا بحب البسه ضاع مني. طب هتسألوني ان انا شايلة الخواتم ليه في الشنطة؟ انا ما بحبش البس الخواتم كلها في ايديا، انا بحب الحاجة البسيطة ان انا البسها وبس يعني، حتى لما بخرج بلبس حاجة او حاجتين بس. قلت بقى لما اخرج مع ابو نوال ولا اي حاجة او ابو عبد الرحمن فانا ممكن البس الاربعة وانا ماشية، بس يا شاء القدر ان انا ما خرجتش فما لبستهمش. فتقريبا الشنطة ليها جوانب صغيرة مفتوحة بخلاف السوستة، فتحات صغيرة موجودة في اي شنط. فمن هنا لما دخلوا الشنطه حطوها على الكراسي اللي ورا او على الشنط اللي ورا، الظهر اتقلبت فوقعت من الحته الصغيره. ده التفسير الوحيد، لان احنا رجعنا اسكندريه تاني، جوزي رجع بعدها باسبوع يدور على في الشقه ما لقاش خالص، وانا ما خرجتش بالشنطه خالص ولا هنا ولا اي هنا، فعشان كده زعلت. بس الحمد لله يعني مش الزعل اللي بالك يعني، عارفه ان ايه الله جاب الله خد الله عليه العوض، وربنا يعوض عينا ويخلف عينا بالحلال ان شاء الله، يفدى اي حاجه، فدى حاجه كانت هتحصل للعيله او حاجه زي كده. بس دي زي ما يكون واحد قريب من ربنا، فانا قلبي قال لي ان الشنطه اول ما خدها مني وانا في العربيه وخدها، انا مش متعوده اسيب شنطتي اصلا فحطوها، فطبعا انا مش عارفه اتلفت لورا عشان اشوف الشنطه، فما تعرفيش. المهم روحت لقيت اللي حصل حصل، فالحمد لله كل يجيب ربنا كويس وربنا يعوض علينا باذن الله. معلش بحكي لكم الحكايه دي وضايقتكم، بس انا قلت ايه حاجه حصلت لازم اشوفكم معايا في الحلوه واللي مش حلوه، عشان بردك نصيحه وموعظه ان يبقى عينيكي في وسط راسك. نرجع للمطبخ والروتين بتاعنا، بس عايزين الحق انا بصراحه ما بقفش في المطبخ كتير عشان المواعين والكلام ده، عشان رجلي وايدي، بس انا قلت عشان حبايبي اللي عايزين يشوفوا الطاقه الايجابيه اللي هي تشجعهم على التروي كده، فانا بقف لكم عشان واعمل ايه المواعين. انا بعمل بدخل المطبخ على الاكل على طول، عشان بنتي هي اللي بتشطب المطبخ سواء في اسكندريه او هنا. ودي كوبايه التمر اهي اخر شويه في بدي اشوف شكله جميل جدا ازاي. طبعا شربته وبرده كنت استريحت بتاع نص ساعه، فدلوقتي بقى هنعمل ايه. دي الليمون الاسود ده الوحيد اللي انا ما جبتوش معايا من مصر. طبعا واضح ان انا هعمل ايه، رز بسمتي، وطبعا بشرت البصله في على المبشره. ودي زي ما انتم شايفين كده كنت انا متبله فرخه، دي على ايدينا عشان كنت انا والعيال بس من غير باباهم ولا بنت الثانيه، هي وجوز هي وعيالها كانوا سافروا مصر، فدي قلت اكتفيت بفرخه واحده وان انا اعملها ايه في البوتاجاز. وكمان ساعتها كان بالقدر كده جايبه بردك بطاطا، وقلت طالما انا ايه هشوي في الفرن اعمل كمان ايه البطاطا، يبقى هي دي في رف والفرخه في رف. فطبعا هنا التوابل اللي انا بستعملها وعلى الرز بتاع البسمتي، برضو بحط على البصله مكعب ماجي. طبعا التوابل كلكم عارفينه، ستات شاطره وعارفين الرز البسمتي بيتعمل ازاي، وانا عملته قبل كده برضو قدامكم في على القناه عندي، وبرضو تتبيله الفراخ المشويه عشان ما حدش يقول هي التتبيله شكلها ايه، ارجعوا الفيديوهات تاني وانا وانتوا تعرفوا، وممكن هسيب لكم برضو اللينك بتاعها في القناه. طبعا انتوا شفتوا دلوقتي البطاطا في الفرن البوتاجاز. دلوقتي بقى خلصت وخلاص. في ناس على فكره بتعمل الرز ده بتغلي بتحط الميه على البصل ويغلي وبعد كده تحط الرز، دي او دي. زي ما انتم شايفين كده الشوي هي زي ما قلت لكم فرخه واحده، فدي على قد انا بعمل كل مره بالفرختين وكده، واستوت وما شاء الله كان شكلها، وكمان الرز خلص.
وتفضلوا معانا وبألف هنا وشفا لينا وليكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.